بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ربنا على كل نعمة، صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة وعما سار على نهجهم واتبع هداهم ونبيهم وارض عنا معهم يا رب العرش العظيم. في زماننا هذا ترى كثيرا من العلماء وغير العلماء يدافعون عن الإسلام كأنه في قفص الاتهام، فتراهم إذا أطلقت شائعة أو قام إنسان حاقد أو من يريد شرا بهذا الدين يسأل عن مسألة من الأمور المتعلقة بشؤونه والتي يكثر الحديث عنها في هذا العصر، ترى هذا الإنسان طالب العلم أو الإنسان العادي الذي يحب دينه لا يعرف كيف يبرر في ظنه وزعمه لهذه القضية الموجودة في الإسلام. فإذا أثيرت مسألة الحجاب مثلا ترى كثيرا من الناس يبررون فيقولون يعني لا بأس ما في حرج إن كانت في بعض الدول الغربية هذه المرأة أن ترفع الحجاب عن نفسها كي لا تضر أو لا تؤذى، بالمقابل هذا الحجاب ليس تعنتا وليس تزمتا. من قال أنه تزمت أو تعنت؟ قال هم يقولون أعداؤنا. نحن يعني تلامذتهم أم أتباعهم؟ أم أنهم إذا قالوا شيئا فيجب علينا أن نبرر لهم حتى يصدقوننا؟ الله تعالى أعطانا قاعدة ثابتة كانت ولا زالت وستبقى عبر العصور مستمرة بشكل دائم. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعداء هذا الدين يا أيها الأحبة وكارهوه، وبعضهم في الظاهر قد يكونون من أبنائه في الظاهر ولكن شأنهم كشأن المنافقين، هؤلاء يا أيها الأخ الكريم لن يصلوا معك مهما حاولت أن تجمل في زعمك ودينك جميل ودينك حسن ودينك طيب ودينك عظيم، ولا يحتاج لا إلى تبرير ولا إلى تجميل. الآن يتهمون المسلمين بأنهم قتلة. ما يحصل في العالم كله عبر العصور في كل الدول الظاهرها متحضرة أو غير متحضرة عبر العصور وإلى يومنا وهو مستمر أيضا من القتل والظلم والاعتداء، هذا ليس فيه شيء. أما أي مسلم دافع عن نفسه فهو ظالم، فهو مجرم، فهو قاتل. وترى الناس يحتارون كيف سيبررون، والله الإسلام دين السلام. يا أخي دين السلام صحيح، وبالمقابل دين الدفاع عن الحق. إنسان يحاول قتلي أو يعتدي على عرضي أو أخذ مالي أو يقتل نفسي أو يقتل أخا لي أتركه يعني أستسلم له وقول اذبحني تفضل يا عدوي. هذا يعني ترى أكثر الناس عبر في مختلف يعني أرجاء العالم من طلبة العلم يبررون الإسلام ليس إرهابيا. من قال أنه إرهابي في الأصل؟ وبالمقابل من قال أن الإسلام يأمرك أن تستسلم لعدوك أن تقول له اذبحني فأنا راض لأنني مسالم؟ أي إنسان عاقل في الدنيا يستسلم لعدوه ليذبحه؟ يعني أمرك أن تدافع عن نفسك. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عدوي يهودي أو كذا يريد أن يعتدي على نفسي أو مالي أو عرضي. هذا أيضا مثال. مثال آخر ذكرناه في البداية عن قضية الحجاب، ترى كثيرا من الناس يعني يشعر نفسه خجلا. لماذا الإسلام يأمر بستر المرأة؟ لماذا المرأة النصرانية التي تجلس في الكنيسة تستر نفسها؟ لماذا الرائبات يسترن؟ العادة ما يحتاج أحد من قسيسيهم أن يبرر سترها، يقول هذا ديننا وانتهى، من أعجبه فليعجبه، من لا يعجبه فليذهب إلى آخر الدنيا، لا نريد أن نبرر لك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم معتزا بدينه. ديننا ليس ذلة، ديننا ليس ضلالة، ديننا ليس خرافة، ديننا ليس انحطاطا في قيمة الإنسان ولا في عقله ولا في كرامته وليس فيه ظلم. لذلك لا أحتاج أنا أو غيري، قد نجلس في مجلس بعض المجالسين ليسوا متدينين في أي مكان، نحن بين أقربائنا بين جيراننا بين أصحابنا في أي مجلس، فيبدأون يعني الإشارات واللمزات والغمزات تجاه الدين وأهل الدين، فنجيبهم بصراحة.
الآن أهل الأديان كلهم في كل الدنيا يعزون ويكرمون، إلا أبناء الإسلام يهانون ويذلون، وهم موضع السخرية، وهم موضع السخرية. أذكر من سنوات طويلة لعله في عام 2001-2002 تقديرا فيما أذكر، سمعت من الإذاعة الشهيرة الإذاعة البريطانية هذه بي بي سي التي يقولون لها، طبعا في ذلك الوقت لم يكن موجود الانترنت والدش وما إلى ذلك، لكنه أقل من الآن. المهم سمعتها بأذني. ذهب رأس الكنيسة الكاثوليكية يعني البابا، سافر إلى أمريكا الجنوبية في وقتها، قضية يعني صلى 17 سنة، سافر إلى هناك. أول ما نزل في أمريكا الجنوبية يعني البرازيل والأرجنتين، قال أقدم اعتذاري للشعب هنا. لماذا؟ 4000 قسيس من عنده من كنيسته معتد على الأطفال الصغار، يعني عامل فيهم عمل قوم لوط على الأطفال الصغار، فيقدم اعتذار الرجل. قدم اعتذاره وما في مشكلة، والقسيسين موجودون ويعملون ولا يزالون مستمرين وكذا. لأن قد نجد رجلا أخطأ من طلبة العلم يفضح في الدنيا كله. انظروا إلى الإسلام، انظروا إلى المشايخ، هكذا النظر. لماذا أدافع بذلة؟ إنسان وأخطأ، انتهى الموضوع. إنسان وأخطأ، بشر يخطئ ويصيب، لا يعني هذا أن الإسلام هو الذي أمره بشر. فذاك الرجل يعني الأمور ماشية، ما في مشكلة، الأمور ماشية، ما حادثة، ما حادثتان، 4000، يا الله، سبحان الله. لماذا المسلمون يستشعرون بهذه المهانة وهذا الضعف؟ أقول السبب الوحيد يا أيها الأحبة هو ما أصابنا من ضعف وذلة في هذا الزمان فقط. لو كنا أقوياء أي شيء نفعله لا يستطيع أحد أن يعترض علينا. الآن الدول الكبرى في العالم أي شيء تفعله من يعترض عليها؟ يعترضون كأنهم ليسوا موجودين، كأنهم ذباب أو فراش يطير، احكوا لبكرة يعني بالعام. أما نحن المسلمون في كل أنحاء العالم فنحن مستضعفون، لا عندنا قوة تحمينا ولا عندنا عزة يعني ترفعنا، وما عندنا شيء. لذلك كل ما حصل شيء يعني نتوسل للناس، يا أخي موهنك لا تفهمنا خطأ، نفهمك أو لا نفهمك، دينك عزيز، دينك عظيم، دينك كريم، دينك شريف. انظر إلى خرافات أهل الأقوام الأخرى، هم يحتاجون للدفاع عن دينهم، أما نحن فلا نحتاج. الله هو الذي عز هذا الدين، وكل أحكامه حق، وكل أحكامه خير، وكل أحكامه فيها منفعة للعباد. لكن كما قلت المصيبة أننا نحن ضعفاء، نحن الضعفاء. لما كان المسلمون أقوياء أرسل في عصر هارون الرشيد رحمه الله، أرسل ملك الروم في وقتها ويدعى نقفور، أرسل إليه رسالة كانت قبله ملكة للروم، إمبراطورة يعني، كانت قد هادنت هارون الرشيد وصالحته على دفع شيء من المال كجزية. فلما مات عزلت أو ماتت هذه المرأة، تولى بعدها نقفور هذا، فكتب إلى هارون الرشيد. أما بعد، من نقفور ملك الروم إلى هارون الرشيد، فإن هذه المرأة التي كانت قبلي قد أقامتك مقاما عظيما لا تستحقه، فإذا بلغك كتابي هذا فرد إلي كل ما دفعته إليك هذه المرأة، وإلا فإننا ستكون أو فستكون الحرب بيننا وبينك. ووصلت الرسالة إلى هارون رحمه الله، فقرأها فاستشاط غضبا، فقلبها وكتب على ظهرها: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فالجواب ما ستراه لا ما ستسمعه. ما عندي أنا كلام، أنا مالي بياع حكي، ما ستراه لا ما ستسمعه. وختم الرسالة، ردها إلى صاحبها، وخرج بجيش جرار إلى أرض الروم، وبدأ يدخل البلد تلو البلد. فأرسل إليه نقفور: أعود فأدفع لك ما كانت تدفعه من قبلي وزيادة. نحن في عصر مذلة، مهانة، نحن فعلناها بأنفسنا، لم يفعلها ديننا وحاشا الإسلام، ولكن نحن ضعفاء في كل شيء. لذلك إيش ما تصرفنا، إيش ما قمنا، نحتاج إلى يعني الدفاع في زعمنا.
الإسلام لا يحتاج إلى أحد يدافع عنه، ولكن نحن لما ضعفنا صار كل شيء نفعله نحتاج إلى تبريره مع عدونا، وعدونا مهما بررت له لن يقتنع منك. لماذا؟ لأنه ينظر إليك أنك ضعيف لا تستطيع فعل شيء، والظالم يفعل أي شيء. في أواخر العصر العباسي لما بدأ الضعف يدخل إلى المسلمين وجاء النصارى فاحتلوا بلادنا في أيام الحروب الصليبية، ثم لحقهم التتار المغول فاحتلوا بلادنا، دخلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية في وقتها. المسلمون حالهم كان من التشتت شبيه بحالنا في هذا الزمان. كان يقف الجندي المغولي التتاري الوثني، في ذلك العصر كانوا عبدة أوثان التتار، سبحان الله، الوثني يقف فينظر من بعيد عشرات النساء والرجال، يقول لهم استوسقوا، يعني وقفوا هون صفوا دور حتى آتي بالسيف فأقطع رؤوسكم، فيقفون وينتظرونه أن يأتي وهو واحد ليقطع رؤوس عشرات من الناس. هذا حالنا شبيه بحالنا، هذا والله ينتظرون رجلا واحدا مجيش، رجل واحد يذهب يأتي بالسيف فيقطع رؤوسهم، رجال ونساء وأطفال، فيأتون. مرة من المرات حصل هذه الحادثة، تكررت مرات، فأحد الرجال جالسين قال يا قوم نحن سنقتل، فلنقم علي فلنضربه نحن عشرات من الناس فقد نستطيع. قالوا سنقتل، قال نحن مقتولون على كل الأحوال. فقاموا إليه فضربوه فقتلوا وأخذوا السيف من يده ورموه. لكن الضعف والمهانة صارت في قلوبنا في كل شيء. لذلك أعود فأقول لا تجلس موقف الذليل في أي مجلس جلسته فينظرون إليك، مثلا أنت مصلٍ أو أنت صاحب لحية أو أنت صاحب دين، ينظرون نظر الاستصغار، أنت انظر إليه النظر الاستصغار، من أنتم يعني حتى تستصغروني؟ الإسلام أعز منكم وأنا أشرف منكم، مو كشخص، مو أنا فلان ابن فلان، أنا بديني أعز منكم وأطهر منكم، بديني أقول لا بنفسي يعني استكبارا، ولكن ديني دين الكرم، دين العز، لحيتي هذه التي أمرني بها الإسلام أشرف منك يا أيها الساخر منها، هذا اللباس الذي ألبسه أطهر من لباسك الذي تلبسه. ينبغي أن يكون عند الإنسان عزة يا أيها الأحبة، عزة بدين الله، ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذه العزة كما قلت تشعر عدوك بالمهانة حتى وإن كنت في نفسك ضعيفا. لما يجد فيك شهامة ونخوة الإسلام الحقيقية يصبر، قهرا عنه يصبر، يسكت يصمت، لكن لما يرى منك استذلالا له كل شيء تحاول تبريره له سيتطاول عليك وعلى دينك وعلى مقدساتك أكثر وأكثر. لذلك المؤمن في أي مكان كان له كرامته، له عزته التي أعزه الله بها، فإذا تشبث بها زاد عزه وفضله، وإذا استشعر الذل والمهانة انكسر فوق ما هو منكسر. اللهم أعزنا بدينك ولا تذلنا لأحد سواك. الحمد لله رب العالمين.